يو كان تيوانا سنة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقد تسلقنا هذا الجبل لأني أنا أجل المغامرة كما ترون. وصلنا لأني كنا فقط فضوليين، لا يوجد لي لا يوجد طريق أخرى، ولكن وجدنا كهف. وجدنا كهف طبيعي، لكن البشرية قضت عليه بالطبع، شبكة عنكبوت هنا بالطبع، المكان مهجور، لا يوجد طريق، وأنا لا أستطيع أن أتسلق، لكن إذا تسلقنا إن شاء الله سوف نتسلق. ونحن نتسلق كل هذه المسافة، لا يوجد طريق لنكمل، ونحن راجعون الآن. أين فين آخر؟ ها هي الحفرة كما ترون، تم تغطيتها لكي لا يخطئ أحد فيها. والآن سوف نكمل التسلق. والآن اقتربنا إلى القمة، بقي لنا فقط تسلقات الأشجار التي مررنا بها، لا يوجد طريق غيرها. والآن لنكمل الطريق. الآن سوف نمر بهذا الطريق لنصل إلى القمة. الآن نرى السوق، والآن نحن نمر من طريق زالقة جدا بسبب فتت البقايا من الشجر. الشباب وصلوا إلى القمة لذا تابعونا. الآن سوف نصل إلى القمة، الشباب قد وصلوا بالطبع. الآن سأكمل الطريق، تابعوني. إلى آخر المكان. بالطبع تسلقت من مكان، لم أتسلق من هذه الجهة، تسلقت داخل الشجر. دخلت الشجر لأنني خفت أن أزلق، المكان يزلق جدا، زالق جدا بسبب الأشجار هنا. والآن حانت لحظة الحقيقة. الأشواك والعشب، كل أعشاب، كل شوك، كل مليء بالشوك، كل مليء بالشوك، ولكن هذا المنظر يستحق صراحة، رغم أن الملابس يجب عليها أن تمر بأسبوع من التنظيف، إلا أنها تستحق، تستحق حقا. البحر كل شيء يظهر لنا، حتى إسبانيا تظهر هنا، لكن لا يمكننا أن نصورها بهذه الكاميرا، ليست الأفضل. لذا تابعونا الآن، سوف نكمل الطريق. الوجهة التي حددناها سوف تكون الغابة التي ذهبناها في الفلوغات السابقة، ذهبنا فلوغات متعددة لهذه الغابة، المكان الذي فيه المنزل المهجور، المكان الخاص بإعداد الطاجين واللعب بالكرة، المكان هناك مكان جميل جدا. لذا تابعونا، سوف نذهب للمكان. الطريق أمامنا طويلة جدا،
وهيا بينا. ولكن قبل ذلك يجب علي أن أشرب الماء. الآن وجدنا سلحفاة. الآن وجدنا سلحفاة في الطريق. النحس هو أصلا النحس. واه ثقيلة جدا. سوف نضعها في المكان حيث الغذاء. الآن هذا هو مكان غذائها. سوف نكمل الطريق. تابعونا. اقتربنا الى وجهتنا الوجهة المنتظرة التي هي المنزل المهجور الذي دعونا في البلوك السابق اليه. الان سوف نمر بهذه المشقة من الطريق وراء هذه الاشجار. لذا تابعونا في هذا البلوك وهيا بنا. لن نصعد إلى المنزل المهجور. الأسباب عديدة، منها صعوبة الطريق وأن هناك أحد هناك بكلابه والكلاب تنبح. هناك مقايضات، هنا مقايضات غير شرعية، لذا من لا حاجة أن ندخل في مشاكل عديدة. سوف ألتقي بعض الصور للصديق وهيا بنا. سوف نكمل الطريق عودتنا. اخيرا وصلنا الى الغابه التي نقوم باعاده الطاجين، التي منظرها قد اعجب الكثير. هذه الشجره التي غادرنا منها بها الفلوغ السابق. هذا هو المكان. كما قلت لكم المنزل المهجور لن ادخل له، لن ادخل للمنزل المهجور ابدا. هيا بنا. صوت الطبيعه وصوت السوق، المنظر هنا طبيعي جدا. هذا الفلوغ لم أكن مخطط له أيضا كالفلوغ السابق. كنا أتون فقط هنا وجاءت لي فكرة أنني سأبذل هذا المجهود كله وسأتسلق هذا الجبل وسأذهب إلى الجبال. لماذا لا أصور فلوغ؟ لأن صورنا الفلوغ. أتمنى أن يعجبكم هذا المنظر الطبيعي الجميل، كما أن الكاميرا لديها مشاكل فيها، لذا أصبر على الكواليتي. وهذا المنظر جميل جدا. وهذا المكان بالطبع سوف نأتي ونقوم بإعداد في وجبات، يعني طاجين، نقوم بإعداد تحديات. هنا بار، يعني يمكننا أن نتمرن، ونقوم بالعديد من الأشياء. المكان واسع جدا، فقط علينا أن نحافظ عليه، علينا أن نحافظ على المكان. المكان يحتاج إلى أناس يحافظون على نظافته.
كما رأيتم في الفيديو أوله، المكان الذي يسهل للبشر الوصول إليه يكون نتن جدا. الآن سوف نرجع في حل سبيلنا بعد جلوسنا هنا ولسنا نتأمل في خلق الله. هنا مكان هنا حقا يستحق التأمل. نتمرن قليلا ونجلس قليلا هنا نرتاح. الطريق للعودة صعبة كما رأيتم في الفلوغ السابق، لذا تابعونا، هيا بنا. الشباب قرروا أن ننزل إلى من المنطقة الصعبة جدا. أحترم قراراتهم لكنني أخاف من المرتفعات، كما أننا تسلقت هذا المكان يعني واجهنا صعوبات الآن سوف ننزل من هذا الطريق، هيا بنا. كما لقد انزلقت هنا العديد من المرات لكي لا انزلق. عشب مليء بالاشواك، هذا العشب مليء بالاشواك. ماي جاد، الله، واه. وهم يبحثون الان عن عشب ومثل النعناع، مذاقه حار ومنعش، يستعمل كالشاي، يستعمل كالشاي. والآن أنا أتعذب لأجل هذا العشب الذي قد لا نجده. واه، كيف أنزل؟ الله أعلم. الله، هذا الورق محترق. ويهيو، اوهو، وي اها. هذه هي المانتا والتي كنا نبحث عليها بعد الطريق التي لا يمكنكم ان تروها حتى. هذه هي المانتا، سوف نجمع القليل منها هنا وننطلق في حل سبيلنا. حانت لحظة الحقيقة، هذا المكان الذي انزلقت في المرة السابقة، والآن سأحاول ألا أنزلق. ها نحن، ها نحن، ها نحن. الله، لم نسقط، الحمد لله. هذه المرة لم نسقط. عبد النو. هم يسمعون. يا إلهي، إنه رضا، إنه تمساح بليبونكي الذي يبلغ طوله 5 أمتار. أول مرة أشاهد في حياتي تمساح يتسلق الجبل ويجمع المانتا. هو عبد النور. أين كاليسيدون؟ إنه في طريقه. نعم، هيا بنا، سوف نكمل الطريق يا جماعة، تابعونا في التايم لابس. نحن قد وصلنا إلى نقطة البداية، ترون هذه الصخرة، ترونها، هي التي
تسلقنا هذا الجبل كله ووصلنا إلى ذلك العمود، وصلناه وكملنا الطريق. هذه هي المنطقة، هنا عين ولكن جافة حاليا، أو حتى لو أنزلت قطرات من الماء لن تكفيك، يجب أن تنتظر هنا نصف ساعة أو ساعة. وهذه هي الطبيعة في هذا المكان. انظروا تأثير البشر كما قلت لكم قبل قليل، هنا قطع سيارات، خليط ما بين سيارات المرسيدس القديمة و السيارات القديمة. انظروا، هل ترضون هذا؟ هل تحبون هذا؟ هذه المناظر الجميلة، انظروا تحبونها صحيح؟ لماذا ترمون هذا؟ لماذا كل هذا؟ وأنا لا أرضى هذا المنظر أن يكون هنا، هذا المنظر الخاص بالنفايات. حافظوا على البيئة يا جماعة، أنتم لا تضروننا فقط، لا تضرون الناس، لا تضرون المزارعين، بل تضرون كائنات حية. وصلنا إلى نقطة البداية، من هنا تسلقنا. كل شيء كما ترون، والآن جمع الكثير من المانتا، وجهي مليء بالشوك، كل مليء بالأشواك، لأنني اخترت طريق خاطئ ومتسلق قبلي في هذه المنطقة، وكانت المنطقة مليئة بالأعشاب التي كانت مليئة بالأشواك. وهكذا قد نكون نهينا هذا الفيديو. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله، أستودعكم الله، وهيا بنا للآية القرآنية. بيسات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.